إخواني أخواتي، مرحبا بكم جميعا في درس جديد مع حروف جداد. اليوم إن شاء الله عندنا تتمة ديال الحروف مع الحركات. عندنا إن شاء الله اليوم نبداو بحرف الفاء. حرف الفاء كما كتعرفوا هو حرف الفاء عنده نقطة فوق منه. حرف الفاء، حرف الفاء، حرف الفاء مع فتحة تنطقوه فا فا. حرف الفاء مع الضمة تنطقوه فو فو. حرف الفاء مع الكسرة تنطقوه في في. حرف الفاء مع الضمتين كنقراوه فن فن. حرف الفاء مع الكسرتين يتقرا فين فين. حرف الفاء مع الفتحتين كنقراوه فن فن. اعيد، انتبهوا مزيان لحرف الفاء. هنا حرف الفاء يعني على هذا الشكل، هذا كيجي في الاخر ديال الكلمه، اما في وسط الكلمه كنكتبوه بحال هكا غادي معسر. علاش؟ لان غادي مازال يتصل بحرف اخر اللي غادي ان شاء الله نوصلوا لجمع الكلمه. كنكتبوا على هذا الشكل هذا، يعني هكا معسر، غادي نيشان معسر، لان غادي يتصل ملي كنكتبوه مع كلمه غادي يتصل بحروف اخرين. اذا حرف الفاء يكتب على هذا الشكل في اخر كلمه، اما في اول كلمه فيكتب ولا في الوسط كيكتب على هذا الشكل مع السطر، غير هو مع الفتحه كنقراوه فا فا، مع الضمه فو فو. حرف الفاء مع الكسره في في. حرف الفاء مع الضمتين فن فن. حرف الفاء مع الكسرتين فين فين. وحرف الفاء مع الفتحتين فن فن. نمر الى الحرف الموالي. حرف موالي هو حرف القاف. حرف القاف إذا كتلاحظوا الكتابة نفس الكتابة بحاله بحال حرف القاف، يكتب القاف مع الفاء حال بحال في الكتابة ديالهم، حال بحال كيف تكتبوا، لأن الفرق الوحيد ديالهم يعني باش كنفرقوهم، باش كنفرقوا بين الفاء والقاف، الفاء يحمل فوقه نقطة واحدة، عنده نقطة فوق، أما حرف القاف فيحمل نقطتين، عنده جوج ديال النقاط فوق منه. اذا حرف الفاء كما حرف القاف كما قلنا غادي تكتب على شكل الى جاء في اخر الكلمه، يعني كتسدوا الكلمه كتسدوا بحال هكا، القاف كيتكتب بحال هكا. اما في الاول الكلمه وفي الوسط الكلمه يكتبوا على السطر، يعني كنجيبوه مع السطر، لان عنده غيكون عنده مازال اتصال مع، الى تنجمعوا الكلمه راه يمكن عندنا حرف القاف لا بدي تكتب مع السطر باش نوصلوه مع الحرف اللي حداه ولا الحرف اللي غادي يكون معاه في الكلمه. اذا نمروا للحركات دابا. الحركه الاولى هي حركه الفتحه كما ذكرنا سابقا. هنا عندنا الفتحه، الفتحه كما تعلمون هي كتكون في الفوق، احنا للتذكير فقط، لان ان شاء الله اللي المتبعين ولا المتتبعات اللي يدخلوا معنا جداد نقول لهم يرجعوا للدروس السابقه، راه كاين الحروف قبل من هذه الحروف ديال اليوم ان شاء الله. اذا عندنا هنا الفتحه كنقراو ق ق، مع الضمه قو قو، مع الكسره قي قي، مع جوج ضمات قن قن، مع جوج كسرات قين قين، ومع جوج فتحات قن قن. نتمنى انكم استنستوا يعني هكا نطق الحركه، قلت لك نعاودوها في الحروف غادي تجيكم دابا ان شاء الله تكون جاتكم يعني سهله في النطق. مثلا هنا غادي نرجعوا نمروا للحرف الكاف، هذا هو حرف الكاف، هنا حرف الكاف هو هذا، هو حرف الكاف كيتكتب هكا، عفوا كيتكتب على هكا في الاخر ديال الكلمه، كنكتبوه على هذا الشكل حرف الكاف. ح
حرف الكاف. غادي نحاولوا نديروا له الحركه حتى هو. الحركه الاولى هو كا 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 كا، اذا عندنا حرف الكاف مع الفتحه كا، عندنا حرف الكاف كذلك مع الضمه غادي يعطينا كو كو كو، حرف الكاف مع الكسره كي كي. دابا مع قوت لانني كنعاود الحروف مع الحركات، راه غادي يعني اللسان غيتدرب على نوط كيفاش تنطق الحرف بالحركه، يعني غير التدريب، هادشي كله غير تدريب، ونحاول ما يمكن نعاود نكرر الحرف، نعاود نكرره مره جوج ثلاثه حتى يدخل ليا دماغي. اذا عندنا كا مع الفتحه، عندنا كو، عندنا كي مع الكسره، وعيد الكاف مع الفتحه كا، الكاف مع الضمه كو، الكاف مع الكسره كي. عندنا الكاف حرف الكاف كذلك مع الضمات، عندنا كن كن، عندنا الكاف مع جوج كسرات كين كين، والكاف كذلك مع فتحات جوج فتحات كيتقرا كان كان. اذا امر الى حرف اللام، حرف اللام. اذا كتشوفوا الشكل ديالو كي مكتوب، هاد اللام هذا كذلك الى جاء في اخر الكلمه يكتب على هذا الشكل، كيتكتب على هذا الشكل هذا الى جاء في الاخر الكلمه. علاش؟ لان ملي كيجي في الاخر الكلمه ما محتاج انه مازال يتصلوا به شي حروف، جاء في الاخر الكلمه يعني ما غاديش يتصلوا به حروف اخرين، اذا كيتكتب على هذا الشكل هذا في اخر الكلمه. اما في اول الكلمه في وسط الكلمه يكتبوا على هذا الشكل، كيجي مثلا الحرف قدامه مثلا في الكلمه، ولا غادي يجي من وراه غيجي مع سطر نيشان. اذا الحرف اللام مع الفتحه كبرها سمحوا لي حيت باش تبان. اذا حرف اللام مع الفتحه لا لا، حرف اللام مع الضمه كتعطينا لو لو، حرف اللام مع الكسره كتعطينا لي لي، وحرف اللام مع الضمات كيعطينا لون لون، وحرف اللام مع كسرات جوج كتعطينا لين لين، وحرف اللام مع الفتحات كيعطينا لن لن. اذا اعيد، حرف الفاء، حرف الفاء مع الفتحه فا فا، مع الضمه فو فو، مع الكسره في في، مع الضمتين فن فن، مع الكسرتين فين فين، مع الضمتين مع الفتحتين فن فن. حرف الموالي، حرف القاف، حرف القاف مع الفتحه قا قا، مع الضمه قو قو، مع الكسره قي قي، مع الضمتين قن قن، مع الكسرتين قين قين، مع الفتحتين قن قن. الحرف الثالث في هذا الدرس حرف الكاف، حرف الكاف مع الفتحه كا كا، مع الضمه كو كو، مع الكسره كي كي، مع الضمتين كن كن، مع الكسرتين كين كين، مع الفتحتين كان كان. حرف اللام، حرف اللام مع الفتحه لا لا، مع الضمه لو لو، مع الكسره لي لي، مع جوج ضمات لون لون، مع جوج كسرات لين لين، مع جوج فتحات لن لن. اذا هادو هما الحروف ان شاء الله اللي عندنا في هذا الدرس السادس، وغيبقاو لينا ان شاء الله غير واحد الجزء قليل من الحروف مع الحركات، ومن بعد ان شاء الله غادي نمروا الدرس ودرس اخر من جزء اخر من يعني درس اخر في درس الدروس في سلسله دروس اللغه العربيه. ونتمنى الله سبحانه وتعالى يقدرنا باش نوصلوا لكم اللغه العربيه، ونوصلوا لكم هذه الحروف، ومن بعد الحروف ان شاء الله تعلموا الكلمه، ومن بعد الكلمه تعلموا الجمله، وهكذا ان شاء الله. الله يفتح لكم البصيره،
والله ينجحكم، والله يصلحكم ويصلح وليداتكم ويصلحنا كذلك مسكنا، ويا ربي تقدرنا وتعاوننا باش ان شاء الله نفيدوا الناس، نفيدوا نستافدوا حنايا ونفيدوا الناس ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.